شباب، عنوان محاضرتنا لهذا اليوم هي الـ Mutual Information. الـ Mutual Information هي المعلومات المتبادلة، متبادلة بين من وبين من؟ بين الـ Transmitter والـ Receiver. فإن هذا لاحظ الشكل اللي باللون الأزرق الـ TX هو اللي صندوق يتضمن مجموعة الرموز اللي ممكن يولدها الـ Transmitter من X1 إلى XN، واللي باللون الأحمر هو الـ Receiver اللي مجموعة الرموز من Y1 إلى YM اللي هو ممكن أن يستلمها الـ Receiver. بيناتين هو الشانل اللي يأثر به الضوضاء والجامينج والديستورشن. هذا بالحقيقة هو نموذج رياضي، موديل رياضي لمنظومة الإرسال. من الناحية النظرية، إذا كان السيت إكس يساوي السيت واي، وكان الضوضاء النويز والجامينج صفر، ما عندي أي نويز ولا جامينج، فالسيت إكس يساوي السيت واي، لكن بسبب وجود الضوضاء راح يكون عندي ما نسميه بالكونديشنال probability واي جي given إكس اي. فاتني أقول لكم كذلك، إذا كان النويز والجامينج هو صفر، فعدد الرموز بالترانسميتر أيضا راح يساوي عدد الرموز بالرسيفر، يعني الآن يساوي الآن. هنا نعرف من أجل الوصول إلى تعريف الميوتشال انفورميشن، نعرف تعريفين. التعريف الأول هو نسميه الأبريوري probability اللي هو نسميه الـ P of XI اللي هي احتمالية اختيار الترانسميتر XI للإرسال. الـ PXI given YJ نسميها الـ posteriori probability وهي احتمالية الـ XI كذلك، لكن بعد أن الريسيفر يستلم YJ. الـ amount of information اللي هي كمية المعلومات اللي YJ يوفرها حول XI نسميها الـ mutual information between XI and YJ. هذه تعطى بالتعريف تساوي IXI YJ اللي هو الـ mutual information بين XI و YJ كلوغاريتم للأساس 2 النسبة ما بين الـ posteriori probability على الـ apriori probability، يعني النسبة لوغاريتم النسبة ما بين احتمالية الـ X بعد الإرسال واحتمالية الـ X قبل الإرسال. وبما أنه هنا نعرف أنه P of XI في Y P of YJ given XI هي نفسها تساوي probability of YJ given في probability of XI given YJ اللي هي اثنيناتهم تساوي احتمالية الجوينت حق حاصل ضرب، فنقدر نستنتج انه الـ IXI YJ ممكن يحسب كذلك من probability of YJ given XI على probability of YJ، يعني تساوي YJ given وفارز XI، بمعنى انه الـ mutual information هو symmetric، يعني IXI YJ يساوي IYJ XI. الـ mutual information هي كمية المعلومات المتبادلة بين XI و J. لاحظ انه الـ XI الـ probability مال XI given YJ لا تساوي الـ probability of YJ given XI. بالحقيقة الـ conditional probability of YJ given XI هي الـ probability مال YJ given انه XI هو transmitted، كما لو كنا بال الترانسميتر ودزينا الـ XI ونسأل عن احتمالية استلامه كـ YJ كبديل instead. والـ probability of XI given YJ هي الـ probability أنه نستلم أو probability of XI given we receive YJ as if، يعني كما لو كنا بالريسيفر واستلمنا YJ وده نسأل عن ما هو هذا الـ YJ، شنو أصله coming from XI. خصائص الـ mutual information IXI YJ، أول خاصية شفناها بالسلايد القبلة أنه هذه هي symmetric، يعني IXI YJ يساوي IYJ XI، و الـ IXI YJ هو موجب في حالة الـ posterior probability أكبر من الـ apriori probability، يعني YJ provides positive information about XI، والـ IXI YJ يساوي صفر في حالة الـ posterior probability يساوي الـ apriori probability في حالة الـ statistical independence، بمعنى يكون الـ YJ provides no information about XI، والـ IXI YJ هو أقل من صفر في حالة الـ posteriori probability أقل من الـ apriori probability، يعني الـ YJ provides negative information about XI اللي نسميها adds ambiguity، يعني يضيف مجهولية. ودائما نشبه هاي الحالات الثلاثة مثل الطلاب الموجودين بالقاع، من لا سامح الله حشاكم من طالب ينقل من طالب، من النقل مالته زيد من درجته يعني حصل information اللي هو من يكون IXI YJ موجب، من الطلاب كلش متباعدين وماكو عملية نقل معلومات بين الطلبة، فأنا راح يكون عندي mutual information صفر. لكن شو وقت تكون سالب mutual information؟ لا سامح الله مثلا طالب ينقل من طالب بيح الغلط، وبالتالي
راح يضيف ambiguity، راح يقلل من درجته ما يزيدها. ال IXIYJ هو عبارة عن رقم يمثل mutual information من رمز موجود بالترانسميتر مع رمز موجود بالرسيفر. فإذا عندي عدد N في M من هذه الكميات اللي هي سميناها IXIYJ. الستاتيستيكال افريج مال هذني كليتها نسميها الترانس انفورميشن او الافريج ميوتشوال انفورميشن. فالستاتيستيكال افريج اوف ذا اي اكس اي واي جي من اي من 1 الى ان او من جي من 1 الى ام نسميها ترانس انفورميشن، ونرمز لها بالرمز اي اكس واي، ووحداتها بيتس بير سمبل اللي تساوي اي اكس واي تساوي دبل سميشن اي اكس اي واي جي بي اكس اي واي جي، اللي تساوي لو عوضنا عن ال IXIYJ بما يساويها بلوغ ال posteriori probability على ال apriori probability، راح يصير IXI تساوي double summation PXIYJ لوغ الأساس 2 PXI given YJ على PXI. وبما أنه قبل شوية قلنا ممكن نحسبه بطريقة أخرى أنه IXI و IXY راح يساوي double summation PXIYJ لوغ الأساس 2 PYJ given XI على PXI YJ. إذن الترانسفورميشن هو عبارة عن الأفريج ميوتشوال انفورميشن مال كل البوسيبل بيرز اوف XI and YJ. التعريف آخر نسميه المارجينال انتروبيز. المارجينال انتروبيز هي المارجنز مال الشانل، والمارجنز مال الشانل يعني طرفي الشانل. طرفي الشانل هي الترانسميتر اللي هو X والرسيفر اللي هو Y. فمن نسأل عن إيجاد المارجينال انتروبيز يعني نسأل عن إيجاد الـ HX والـ HY. سبق أن أخذنا الـ HX وشفنا هو عبارة عن ناقص summation PX log PX. الـ HY راح يكون بنفس الطريقة، راح يكون الـ HY هو ناقص summation P of Y log الأساس 2 P of Y bits per symbol. بنفس الطريقة اللي مشينا به بالـ HX والـ HY راح نعرف ما نسميه بالـ joint and conditional entropies. The average amount of information associated with the pair XI YJ is called joint or system entropy. اللي نرمز له بالرمز HXY، وال HXY يساوي ناقص double summation PXIYJ لوغاريتم للأساس 2 PXIYJ bits per symbol. شوفوا ال HXY العلاقة بلوغاريتم للأساس 2 of PXIYJ. بينما من نعرف ال conditional entropies، وهنا عندنا نوعين حسب الاحتمالية. النوع الأول نسميه noise entropy اللي هو ال HY given X، اللي يساوي ناقص double summation joint probability لوغاريتم الأساس 2 conditional of y given x. والنوع الثاني نسميه losses entropy اللي هو hx given y، اللي هو ناقص double summation pxi yj joint probability لوغاريتم الأساس 2 conditional xi given yj. شباب هنا نشوف انه تعريف الانتروبي على ضوء الكمية الموجودة وراء اللوغ. فمن يكون عندي joint entropy الكمية وراء اللوغ هي joint probability. من يكون عندي noise entropy اللي هو hy given x، ويشوف الكمية وراء اللوغ بالsummation بالdouble summation هو py given x. ومن يكون عندنا losses اللي هو hx given y، فالكمية وراء اللوغ هي pxi given yj. ودائما عندي الaverage دي يصير على joint probability الكمية اللي قبل اللوغ. ننتبه انه noise entropy لا يساوي losses entropy، وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح نفهم ليش هاي نسميها noise، ليش هاي نسميها losses من خلال معرفتنا للـ physical meaning of these two types of conditional entropies. سؤال يقول برهن أن الـ HXY يساوي الـ HX زائد الـ HY given X. ببساطة هاي نقدر نبرهنها لاين متطابقة، واللي هي مفيدة جدا بالحسابات، تفيدنا كل شوية تبسيط الحسابات الرياضية، لكن برهانها يكون من خلال كتابة القانون مع الـ HXY اللي هو الكمية على جهة اليسار هي ناقص double summation PXIYJ لغات من الأساس 2 PXIYJ. اللي اللي حسويه أنه أخذ joint probability اللي داخل اللوغ اللي هو PXIYJ تساوي مثل ما أخذيها سابقا بالمرحلة الثالثة، تساوي PXI في الـ probability of YJ given XI. هذه راح اعوض عنها داخل اللوغ، وبما انه اللوغ حاصل الضرب يتحول الى جمع، فالسميشن الموجودة فوق تتحول الى حدين، فيصير عندي HXY راح يساوي ناقص دبل سميشن جوينت بروبابيلتي لوغاريتم الاساس 2 PXI ناقص دبل سميشن جوينت بروبابيلتي لوغاريتم الاساس 2 PYJ given XI. يشوفون ان الحد
الحد الثاني على جهة اليمين هي ناقص دبل سميشن مع الإشارة السالبة، وهذا نفسه تعريف النويز انتروبي اللي هو الاتش واي جيفن اكس. يبقى شنو الحد اللي على جهة اليسار اللي هو جوينت probability log probability of xi. فهذا شلون نبسطه بالحقيقة؟ نستغل المتطابقة اللي تقول انه summation of pxi yj over j يطلع pxi، يعني نسوي sum لجوينت probability لكل قيم y راح يطلع لك احتمالية x. فهاي بالحقيقة summation of the joint probability، اعوض عنها بعد ان اقلب الاوردر مال السميشن بالحد اللي موجود على جهة اليسار، يتحول هذا الحد الى ناقص summation pxi لوغ الاساس 2 pxi i من 1 الى n اللي بالحقيقة هو هذا ال hx، والحد الثاني مع الاشارة السالبة هو ال hy given x. فهيك هذا الحد اقدر احصل انه ال hxy يساوي ال hx زائدا ال hy given x. شباب هاي المتطابقة كلش مفيدة، ممكن أن تنسألون بها كاشتقاق أو ممكن نستخدمها بحل التمارين لتفيدك بتبسيط الحسابات. ليش تفيد بتبسيط الحسابات؟ لأنه مكان ما تجي تحسب الـ HXY مثلا من double summation، إذا كنت تحاسب الـ HY given X بdouble summation مجرد تجمعها كرقمين مع الـ HX تحصل على الـ HXY بشكل بسيط. من نفس هاي العلاقة واللي تشبهها أريد أنكم تبرهنون أنه الـ HXY أيضا تساوي ال HY اللي هو receiver entropy زائدا losses entropy من جهة وجهة نظر الريسيفر، وهذه طريقة اشتقاقها بالضبط تشبه الاشتقاق هذا، بس الفرق من نجي ناخذ joint probability مال XI YJ مكان ما نقول يساوي PX في PY given X، لا لح نقول PY في PX given Y بنفس البروسيجر، أيضا تقدر تحصل على متطابقة هذه، وأيضا هي متطابقة مفيدة جدا بحال التمارين. متطابقة أخرى اللي هي تقول show that IXY يساوي HX ناقصاً الـ HX given Y، يعني الـ transformation تساوي الـ source entropy ناقص الـ losses entropy. نعم برهانة كلش بسيط ببساطة، أنه نكتب القانون مع الـ XY IXY اللي هو double summation joint probability logarithm الـ PXI given YJ على PXI، ونعرف من معلوماتنا بالرياضيات أنه log القسمة يتحول إلى طرح، فهاي الكمية تتحول إلى حدياً. الحد الأول هو double summation pxi yj logarithm للأساس 2 probability of xi given yj ناقصا double summation pxi yj logarithm للأساس 2 pxi. نشوف أنه الحد الموجود على جهة اليسار هو ناقص ال losses entropy، لأنه losses entropy بإشارة سالبة، بينما الحد الموجود على جهة اليمين أقدر أبسطه بنفس الطريقة اللي حليت بها المثال يعني قبلها، أنه أخذ summation مال joint probability مال J over من 1 إلى M لجوينت probability، راح أحصل على probability of XI. فش راح أسوي؟ راح أشيل الحد الموجود على جهة اليمين، أشيل summation من J 1 إلى M ويا joint probability، وأخلي مكانه P of XI، أحصل على IXY تساوي double summation PXI YJ logarithm الأساس 2 of PXI given YJ ناقص summation PXI logarithm الأساس 2 P of XI، اللي بالحقيقة الحد الأول هو ناقص HX given Y والحد الثاني هو عبارة عن HX، وبالتالي حصلنا على هذه العلاقة. واللي تشبهها واللي يريدكم تسووها هي مثلها بالضبط، تقول إنه the transformation IXY تساوي HY ناقص HY given X، نفس الطريقة بالحقيقة، بس بمكان تستخدم هذا الشكل مال IXY تستخدم الترتيب الثاني مال log مو PXI given YJ على PXI، وإنما راح يكون P of YJ given XI على P of YJ، وتسوي عملية طرح للوغ، وبالتالي تحصل على نفس النتيجة. سؤال آخر، show that IXY تساوي 0 for extremely noisy channel. شباب الـ extremely noisy channel هي channel اللي تكون بها مشوشة جدا، بمعنى أنه الـ YJ gives no information about XI، بمعنى أنه الـ receiver cannot decide anything about XI as if we transmit، كما لو احنا ندز إشارة مثل carrier sine wave اللي هي الـ XI، بس الـ receiver يستلم فقط noise، يعني الـ noise اللي شكل مرعبل مخربط ما له أي علاقة بالإشارة X المرسلة. فإذا نقول الـ YJ completely has no correlation with XI، ماكو أي ارتباط أو تشابه بين الـ X والـ Y. هاي هي حالة بالإحصاء نسميها statistically independent،
اللي بيها PXI given YJ تساوي PXI أو بيها YJ given XI هو P of YJ for all in J. هذه إذا عوضناها سواء كان بالشكل الأول مال الآي أو بالشكل الثاني مال الآي راح نشوف أنه الأبريوري probability تساوي الأبوستريوري probability ودائما يصير عنده داخل حدود السميشن هو لغارت من الأساس 2 of 1 اللي يساوي 0 لكل قيم I و J وبالتالي فإن الآي إكس واي يساوي 0 بمعنى أنه لا وجود لسريان المعلومات من الترانسميتر إلى الريسيفر في حالة أن تكون الشانل إكستريملي نويزي. ننهي محاضرتنا بهذا المثال. سيستم بجوينت بروبابيليتي معطى بالسؤال اللي هو جوينت بروبابيليتي كمصفوفة بي اكس واي يساوي تلاحظ ان هنا عندنا ثلاث رموز للاكس ورمزين للواي. مطلوب سؤال مطالب السؤال اول مطلوب هو ايجاد المارجنال انتروبيز، ايجاد الجوينت انتروبي، ايجاد الكونديشنال انتروبيز، ايجاد الميوتشوال انفورميشن بين اكس 1 و واي 2، ايجاد الترانس انفورميشن، وبعدين مطلوب ان نرسم الموديل الرياضي للشانل. اول خطوه من يريد المارجنال انتروبي يعني يريد ال hx وال hy يعني لازم ال px وال py نحسبها. فشلون نحسب ال p of xy كقاعده عامه تعلموها من عندي شباب سبق ان ماخذيها انتم بالمرحله الثالثه. من يعطى عندنا الجوينت probability matrix واكد مرت له من يعطى عندنا فقط الجوينت probability matrix مو غيره. فالجوينت probability matrix نحسب ال probability من مال x من خلال حساب مجموع عناصر الصف الاول. x1 هو مجموع عناصر الصف الاول اللي هو نصف زائد ربع اللي هي 3/4، والبروبابيليتي مال x2 هو مجموع عناصر الصف الثاني اللي هي 0 زائد 0.125، والx3 هو مجموع عناصر الصف الثالث وهكذا. وكذلك نريد اوجد احتماليه الy فهي مجموع عناصر العمود الاول، والبروبابيليتي اوف y2 هو مجموع عناصر العمود الثاني وهكذا. فلو نجمع نصف زائد 0 زائد 0.0625 تطلع 0.5625 اللي هي احتمالية الواي وان وهكذا. شباب أكد أنه هاي عملية جمع الصفوف والأعمدة لإيجاد الأكس احتماليات الأكس واحتماليات الواي فقط نحسبها من يا مصفوفة من الجوينت probability matrix مو غيرها. الآن من حسبنا probability مال الأكس probability مال الواي صارت عملية حساب الHX والHY تعويض مباشر بالقانون لنحصل على الHX 1.06 bits per symbol والHY 1.988 bits سمبل. حساب الجوينت انتروبي وتطبيق مباشر hx يساوي ناقص دبل سميشن pxi yj لغارتم الاساس 2 pxi yj. نشوف انه هاي الدبل سميشن هي جوينت probability log جوينت probability، يعني بمعنى انه نستفاد من عناصر المصفوفه المعطات انه بالسؤال مباشره. يعني ايش اسوي؟ اجي اقول ناقص نفتح قوس نصف log نصف زائد ربع log ربع زائد 0.125 log 0.125 وهكذا. طبعا الصفر مناخ لانه هو صفر، واذا نجي نحسبها بالكالكوليتر تطلع 1.875 bits per symbol. المطلوب الثالث حساب الكونديشنال انتروبيز. مثل ما شفنا قبل السلايد القبله ان الكونديشنال انتروبيز هي شكلين اللي هي النويز انتروبي hy given x. شوفوا هنا أنا ما عوضت بالقانون مال hy given x وانما استفاديت من المتطابقه اللي برهناها بالسلايد القبله اللي هي شو أقول؟ أقول hy given x هي ال hxy ناقصا ال hx. بما أنه أنا حاسب ال hxy وحاسب ال hx فهذا المثال ده يوضح الفائدة من هذه المتطابقة اللي برهناها قبل شوية. فمجرد أطرح رقمين أحصل على ال hy given x اللي هي 0.813، وكذلك ال hx given y اللي هي losses entropy مجرد أطرح رقمين اللي هي ال hxy ناقصا ال hy ايضا احصل على losses entropy اللي هي 0.886 bits per symbol. هنا تبين فائدة هذه المتطابقات. المطلوب الرابع هو ال mutual information بين x1 وال y2. حسب التعريف هي لغارتم من الاساس 2 of x1 given y2 على p of x1، بس px1 given y2 هي joint probability مال x1 فارزة y2 على probability مال y2. من اجي px1 فارزة y2 اجيها من المصفوفة اللي هي تساوي ربع، ومن اجي probability مال y2 موجودة عندي وprobability مال x1 ايضا موجودة عندي فاعوض احصل على لوغارتم الاساس 2 مع الربع تقسيم 0.75 اللي هي احتمالية x1 في p of y2 اللي هي 0.4375. ونشوف انه ix1y2 هي الكمية سالبة
لحالة الامبيجيوتي اللي بتكون النيوترال انفورميشن بتكون سالبة في بعض الأحيان. المطلوب الخامس هو IXY اللي هو الترانسفورميشن. هنا بسهولة نقدر نحصله من خلال عملية طرح بين ال HX وال HX given Y. ال HX ناقصا ال HX given Y، ال HX موجود عندي وال HX given Y موجود عندي، فأيضا حدا استفاد أني من عملية أو المتطابقة اللي برهناها بالسلايد القبلة، أطرح رقمين أحصل على 0.17497 bits per symbol. لرسم الـ channel model من هنا لازم نوجد بالدرجة الأولى شرط نوجد الـ conditional probability matrix PY given X. ليش لازم نوجد PY given X؟ لأنه PY given X هو يمثل flow of information من جهة الترانسميتر إلى الريسيفر. فشون نوجد PY given X matrix؟ نوجدها بواسطة قسمة dividing rows مال الـ PXY matrix by الـ corresponding PXI. يعني شنو corresponding PXI؟ يعني نروح للمصفوفة المعطاة لنا بالسؤال، نقسم الصف الأول مالتها على PX1، نحصل الصف الأول بمصفوفة الـ PY given X. نروح على الصف الثاني بالجوينت ماتريكس المعطاة لنا بالسؤال، نقسمه على PX2 اللي هو 0.125، نحصل على الصف الثاني بالمصفوفة PY given X، وهكذا. إذا أبسط هذه المصفوفة أحصل على الـ PY given X تساوي 2 على 3 ثلث 0 1 نصف نصف. نشوف شباب هنا ملاحظة أنه مجموع عناصر كل صف بالـ conditional probability matrix تساوي 1. 2 على 3 1 على 3 1 0 ب 1 نصف نصف. هاي بالحقيقة شو تمثل؟ تمثل تشير إلى channel model اللي راح نرسمه، اللي دائما شرط أن نرسمه من هذه المصفوفة اللي هي PY given X. هاي شنو معناتها؟ معناتها أنا عندي ثلاث رموز X1 X2 X3 اللي هي بجهة الترانسميتر، وجهة الرسيفر بها Y1 Y2. بمعنى أنه إذا أباوع على X1 فأقول ال X1 لحرس إلى جهة الرسيفر، لكن احتمالية يستلم ك Y1 هو احتمالية 2 على 3، ويستلم ك Y2 خطأ مثلا هو ما تبقى من الواحد اللي هو 1 على 3. ودائما هنا الرقم المكمل للواحد بالصف الخاص بالإكس ما نكتبه. فشوف هنا السهم الواصل بين X1 وY2 هو 1 على 3. في بعض الأحيان إذا السؤال ينعكس وينطيك الرسم فما يكتب لك الواحد على 3. المفروض تعرف أنه مجموع الاحتمالات الطالعة من كل رمز رايحة باتجاه الرسيفر 1، فاثنين على 3 اللي يكملها الواحد، إذن الرقم الواصل بين X1 والY2 هو 1 على 3. نشوف بالنسبة للX2، الX2 ماكو احتمال أنه X2 تصير Y1، فلهذا صفر، بينما X2 دائما تصير Y2 اللي احتماليته 1. وهكذا بالنسبة للX3 ممكن يكون نص بالنص، نص واحدة مكتوبة والثانية ما مكتوبة. شباب انتبهوا مرتلوخ، من نجي نرسم الشانل موديل أو يعطى عنا الشانل موديل، فدائما نقول مجموع الاحتمالات الطالعة من الأسهم اللي طالعة من كل رمز بالترانسميتر باتجاه الرسيفر مجموعها 1، بمعنى أنه مجموع عناصر كل صف بالـ conditional probability matrix Y given X يساوي 1. وبالتالي نوصل إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا.